طبعا اعتمد تاريخية العلاقات بين المغرب وتونس. في عهد بورقيبة كان ثم نوع من التحالف بين بورقيبة والحسن الثاني ضد النظام الجزائري والليبي، يعني ضد هواري بومدين ومعمر القذافي. لكن بعزيز عابدين بن علي اختلفت المسألة كلية، بل ربما الكثير حين لا يعرفون أن الصحافة المغربية هاجمت بن علي، وكان ثم أزمات دائمة صامتة في أكثر الأحوال بين تونس والجزائر، وكانت سياسة بن علي الخارجية هي علاقات ممتازة مع الجزائر ومع ليبيا. وفي الواقع كل الحكومات حتى بعد الثورة نسبيا تم توارث هذا التوجه، باستثناء طبعا مصف المرزوقي ولم يكن رئيسا منتخبا في الواقع، يعني لم ينتخبه الشعب، لكن في تلك المرحلة الانتقالية أعرب دائما عن انحيازه للمغرب. بالنسبة للرئيس قيس سعيد اليوم، طبعا حتى نضع الصورة في إطار أشمل، قيس سعيد هو من الصقور العرب والمغاربين المعادين للتطبيع. في حملته الانتخابية قال بالحرف الواحد: التطبيع خيانة عظمى وليست وجهة نظر، وكررها أكثر من مرة. ونفس الشيء الجزائر تلعب دور كبير جدا في مواجهة التطبيع. نذكر أنه تم إدخال الكيان الصهيوني كدولة عضو مراقب في منظمة الاتحاد الأفريقي، فتصدت الجزائر وتونس وحتى لكن طبعا لكن دكتور دولة دكتور جنوب رياض أفريقيا وغيرها. يعني أنت ترجع الخطوات التونسية، أو خلينا نتفق على مصطلح البعد التونسي عن المغرب بمسألة التطبيع. طيب إذا كانت، ما علاقة قضية الصحراء الغربية والبوليساريو بهذا الموضوع؟ يعني كان يمكن لتونس أن تواجه بهذا الملف، و يعني بمعنى آخر أن تواجه بالملف نفسه، وليس أن يكون يعني أن تدخل من ملف آخر. أنا قلت لك يعني أن العلاقة بدأت تتوتر مع المغرب بشكل جدي منذ سنوات العابدين بن علي، توترت بشكل جدي وثم أزمات صامتة. طبعا هنا المسألة تتدخل في الشأن الداخلي، بمعنى أنت تستقبل رئيس الجمهورية الصحراوية الديمقراطية السيد إبراهيم غالي، وأنت هناك معادل للتطبيع أنت تستقبل رئيس حكومة الكيان الصهيوني في الرباط. أنا لم أتدخل في شأنك، رغم أني قلت التطبيع خيانة عظمى، لكن لم أتدخل في شأنك، لم أحتج عليك، وأنك تطبع وتستقبل رئيس الكيان الصهيوني. نفس الشيء خاصة وأن أنا قرأت بيان وزارة الخارجية التونسية، هو اعتمد فعلا المسائل التقنية الصرفة. المغرب انسحب من منظمة الاتحاد الأفريقي سنة 1984، عاد إليه. لماذا انسحب سنة 1984؟ لأن الجمهورية الصحراوية الديمقراطية أصبحت عضوا كاملا في منظمة الاتحاد الأفريقي. عاد إليه سنة 2016 وقبل بوجود جمهورية الصحراوية الديمقراطية. أكثر من ذلك عندنا حتى صور جماعية لزعماء أفارقة، نجد فيها الملك محمد السادس، نفس الشيء نجد في نفس الصورة الرئيس إبراهيم غالي في صورة جماعية. وتكررت القيام، وكان المغرب يحضر جنبا إلى جنب مع الجمهورية الصحراوية الديمقراطية. لماذا تونس، الاحتجاج على تونس بالذات، لماذا هذا الاتهام لتونس بالذات؟ بينما المسألة طبيعية، أنت اخترت أن تعود إلى منظمة الاتحاد الأفريقي، هذه المنظمة تعترف بالجمهورية الصحراوية الديمقراطية كعضو كامل العضوية، وتجلسان دائما في قمم كثيرة مشتركة. لماذا هذه المرة هذه العداوة لتونس؟ أعتقد العداوة لتونس أيضا هو توجه الرئيس قيس سعيد لتنسيق كبير مع الجزائر في ملفات إقليمية. سنتحدث في كل ذلك دكتور. نعم. سوف أتحدث في كل ذلك، لكن أثرت نقطة غاية في الأهمية دكتورة سيرين جريزي، مسألة التطبيع. أنا كنت حاول أن أقول للدكتور رياض فليتم الخلاف على موضوع التطبيع وموضوع الصحراء الغربية، لأنه كما تقول المغرب يؤذي مشاعر الشعب المغربي الذي هو ضد التطبيع، يعني ومع القضية الفلسطينية. لكن في الموضوع الدبلوماسي والسياسي كما ذكر الدكتور رياض